حاليا بننتقل لاخر شيء. اول شيء بدنا نشوف ايش فائده الفيلانس. يعني احنا شفنا طب يعني حاليا لو شفت يعني واحد من الاجهزه وسالته مع مين بتقدر تتصل، هل بتقدر تتصل مع مثلا شبكه ثانيه، مع بما ان عملنا ترانكس بتقدر تتصل مثلا مع 100؟ طبعا لا، ما بقدرش يتصل مع 100. طب تقدر تتصل مع الشبكة الثالثة مع 100؟ يعني أي واحد، ما هو إذا بتقدر تتصل مع 100 بتقدر تتصل مع 101 102 وإلى آخره. يعني الفكرة إنه ما بيقدر يتصل غير بس مع مين؟ مع اللي على شبكته بس. بهاي الحالة يعني الترانكس ما قدموا ولا شيء، إحنا بس دفعنا مصاري زيادة ووصلنا ترانكس بين السويتشز. بس هون بتيجي الفايدة، لو اجى واحد من الاتش ار وحكى انه بده يعني يقيم مثلا مستخدمين او موظفين بقسم السيلز، فبده جهاز عشان يقعد بقسم السيلز، وفي واحد من المانجمنت جابته المانجمنت علشان يعني ينسق بهيومن ريسورسز كم عدد مثلا الموظفين اللي راح نقبلهم هاي السنة او بدنا نوظفهم، وبنفس الوقت في واحد مع واسطة من السيلز وقرر ونقلوا مكتبه على المانجمنت، صار مساعد المدير بس بده يظله يعني حاليا شغال مع السيلز. بكل بساطة بما انه هو يعني بما انه هاي الوضع اللي عندنا، هذا بده يكون شو بالفيلان 200. فباجي بحكي له للسويتش enable configure terminal، بحكي له انه انترفيس اف اي 0 سلاش 6 اللي وصلنا عليه زي ما انتم شايفين هون اللي هو 6. طبعا سويتش بورت هو بالمود تبع اكسس بالوضع الطبيعي، بس عادي ما في مشكله. سويتش بورت اكسس فيلان 200 بس. واحنا يعني بالفيديو السابق شفنا يعني انه لازم تحط كمان الاي بي ادرس الصحيح تبع الشبكة 2، وبهي الحالة راح يكون هو 103 على الشبكة، عنوانه 103 يعني. واذا بده يطلع خارج الشبكة لازم يروح على 254. شوف انه حاليا شايفين صار اورنج وكمان شوي راح يصير جرين، يعني انه واصل لها. configure terminal interface FA 0 slash 6 switchboard، قلنا مود اكسس مش راح يعني تأثر شيء لان هم اصلا كلهم مود اكسس، فمباشرة بقول له اكسس VLAN 200 وبنتقل على الثالث كيلو enable configure terminal interface FA 0 slash 6 switchboard access VLAN 300. لا هنا هنا انا اخطأت، هاي VLAN 300 لانه احنا حكينا من المانجمنت جاي عشان يوظف مستخدمين موظفين، وهنا VLAN 100 احنا عملنا زي شيفت من هون نقلنا لهون ومن هون نقلنا لهون، يعني بس غيرنا شوية مواقع. بنقصنا هون الاي بي ادرس كونفيجريشن، فلازم احكي له انه هذا اللي هو على الشبكة 3 مستخدم 103 او الاي بي عنوان 103، وبهي الحالة راح تشوفوا انه احنا قادرين على ان نتصل معهم عن طريق الفيلانس او عن طريق الترانكس 103. راح تلاحظ هون لو دخلت على الكوماند برومت وسألته مين اللي بتقدر تتصل فيه، بتقدر تتصل مع اللي احنا عليه اللي هو السويتش شايفين اللي هذا اللي هو 300، فبتقدر تتصل على الشبكة 3 على 1 على 100 للأسف. طيب كنترول سي، تقدر تتصل على 101 كمان لا. طب 102 كمان لا، حتى 103 لا. طب شو الحل؟ الحل بكل بساطة اني احكي له اني انا بدي اتصل
على الشبكة تبعتي، وإذا على الشبكة تبعتك مباشرة بتجاوب. ليش يعني أنت مزبوط فيزيكالي موصول هون بهي الجهة، بس أنت فعليا أنت قاعد تحكي مع هدول، وحاليا لو عملت بينج لكل الموجودين على الشبكة مين راح يرد عليك؟ مستخدمينك بس. وهي جمال الفيلانز، انه احنا ازلنا العوائق الفيزيائية عنا بالشبكة. طبعا لو اجيت هون وشغلت، لو حكيت له مثلا بدك توصل لأي سيرفر، يعني مثلا هون حكيت له بدي اوصل على سيرفر المانجمنت، مع انه موصول على نفس السويتش بقدرش. طب خلينا نغير الاي بي ادرس على السيلز، بقدر. طب على الاتش ار على 2253 للاسف مش راح اقدر، راح يعطيني ريكويست تايم اوت. ريكويست تايم اوت تمام. وهنا بتيجي جمال الفيلانس. لو اجيت هنا طبعا عملت بينج لمين بدك تعمل بينج؟ للثلاثه 255، شايفين؟ فهاي كل فائده الفيلان. الخطوه اللي قادمه هي انك تحط راوتر، اي راوتر عادي، بس انا اخترت هذا لانه فيه 2 فاست ايثرنت انترفيس، عشان يعني زياده نوصل. طبعا تقدر توصله هون هون هون، بس بيعتمد على الكونفيجريشن اللي راح تعملها على الانترفيس اللي بدك توصله. فمباشره ما بختار زي ما اخترت بالفيديو السابق وبشغله. بما انا شغال على هذا السويتش، بدك تحكي للسويتش سويتش 1، هذا طبعا هذا سويتش 1، بدك تحكي للسويتش انه عندك على الانترفيس 9، زي كانك بتوصله بسويتش ثاني، فبدك تحكي له انه سويتش بورت مود ترانك. سويتش يعني السويتش ما بيعرف انه في بالجهه الثانيه راوتر، هو بيعرف انه ترانك وانتهى الموضوع. سويتش بورت trunk allowed VLAN 100 200 300، بس هاي هي كل اللي انت بتحتاجه. بدك تنتقل للراوتر وبدك تدخل عليه، بتحكي له enable configure terminal interface FA 0/0. هنا بيجي الشغل الصحيح. هنا انت فعليا مش راح تعمل كونفيجريشن على الفيزيكال انترفيس، اللي راح تعمله على الفيزيكال انترفيس بس انك توصل له كهرباء، يعني نو شت داون بس. طب وين راح اعمل الكونفيجريشن تبعي؟ للاسف بدك تعمل اكزيت وتروح على الانترفيس. هنا بيجي السب انترفيس، يعني لوجيكال، يعني يعني ظاهري، بس هو مش فيزيكال انترفيس. علشان السهولة سميهم بأسماء الفيلانز، مثلا هذا المنطقي أو ظاهري الانترفيس الفيرتشوال هو 100، أسهل عشان فيلان 100. بعدين بدك تحكي له الانكابسوليشن دوت 1 كيو فيلان 100 اللي هي بدك تعملها، وبعدين بتحكي له الاي بي ادرس الديفولت جيت واي اللي عملناه لكل الشبكة اللي هو 254، ونطاق الشبكة هو هذا بس. تنتقل للي بعده. ايش هاد 200، ايش الفيلان 200، والاي بي ادرس 2.255.254. تنتقل للي بعده، هاي 3 وهاي دوت 1 كيو 300. بعدين مباشرة انت بتيجي على 3 تكي 255. هاي الحالة بتكون انت انهيت كل شيء من جانب الراوتر. وحاليا لو اجيت على هذول المستخدمين اللي كانوا غير قادرين على انهم يتصلوا بالراوتر بالسيرفرات اللي على الجهة الثانية، لانه ما في عنا احنا اكسس لس، فبكل بساطة بتقدر تدخل، ما في مشكلة. لو حكيت له 192.168 دوت 1، هاي دوت 1.253 قادر. طب لو رحت هون وغيرتها ل 2 ممكن اقدر؟ طبعا، لانه عندي الراوتر صار شغال، فمباشره بروح على الديفولت جيت واي وبحكي له انه بدي
في ايش المشكلة مرة ثانية. شوف جرب. في مشكلة أتوقع هون 25. آها تمام. حاليا لو رجعت لهون حكيت له أعطيني بي سي 1 بتدخل هون. أو خلينا نغلق بعض الأشياء علشان كتير في صار لنا أشياء يعني شغالة. بس قبل ما نغلق بدي أعمل هون شيء إضافي زي ما عملته يعني بالفيديو، اللي هو بدي اضيف دي ان اس سيرفيس مباشرة. بدي اجي هون، بس لو وصلت هيك رأيك بيشتغل؟ طبعا لا، وراح تشوفوا حاليا انه ما راح يشتغل. ليش؟ لانه بين يعني لما بدك تشبك جهاز او سيرفر او اشي مباشرة بالراوتر فانت بحاجة لكروس اوفر كيبل، او بتشبكه او يعني بتوصل هنا سويتش، بتحط سويتش بالنص وبتوصل بينهم. حاليا انت بدك تيجي هون تحكي له انه الاي بي ادرس عشر مية دوت وان، وتحط نطاق الشبكة وتحكي له نو شت داون. بس هذا هو كل اللي انت بتحتاجه. هيك بدنا نغلق اصلا الراوتر بشكل كامل، راح تشوف انه ما راح ينتقل لوضعية الاون. فشو بدي اعمل؟ بحذفه. بعد ما احذفه بدي اجي هون اعمل كروس اوفر كيبل واخد الانترفيس مباشرة. باجي هون طبعا بحط الاي بي ادرس، هذا راح يكون عنوانه 100، وراح يكون عندك بس هاي لانه مش نفس السبنت ماسك اللي حطيناها على الراوتر. واذا بدي اروح على شبكه ثانيه بروح على الراوتر مباشره. وهيك بيجي عندي اخر شيء اللي هو دي ان اس سيرفيس. احنا قبل شوي دخلنا على الاتش تي تي بي سيرفيس، بدنا نروح على الدي ان اس سيرفيس. شايفينها هاي الدي ان اس سيرفيس، نحكي له اذا حدا سالك عن سيلز دوت كوم جاوبه بهذا الرقم او هذا الاي بي ادرس اد. اذا حدا سالك عن الاتش ار دوت كوم مباشره اعطي الاي بي ادرس التالي. اذا حدا سالك عن المانجمنت دوت كوم مباشره اعطي الاي بي ادرس التالي. وهيك بهاي الحالة بكون احنا عملنا الدي ان اس سيرفيس. عندك الدي ان اس سيرفيس اوف، حولها لاون، بنتهي الموضوع. بتيجي على مثلا هون، حاليا ما راح تكون عندك فعالة. ليش؟ لانه الدي ان اس سيرفر مش فعال عندي، فلازم اجي احكي له 100 100 100 كلوز. اذا حاليا عملت www.management.com راح يعطيني المانجمنت سيرفر. تمام، بس اخذ بعض الوقت لانه هاي طبعا الارب والاشياء هاي. كمان hr.com 100 100، واخر شيء sales.com 100 100. طبعا اذا بدك تغير ال يعني حجم الصفحة او حجم هاي، شايف هذا الاثنين، حولها 8 او 10. حاليا لما تروح هنا مرة ثانية طبعا بدك تأكد انه هاي موجود. مثلا خلينا نغير، بس نختار هذا مرة ثانية ونحط الدي ان اس سيرفيس الاي بي ادرس تبع الدي ان اس عشان نعمل ريزولفينج ما بين الاي بي ادريسز والدومين نيمز. فلو حكيت له حاليا hr.com hr
وهيك بنكون يعني وصلنا لنهاية الموضوع هاد. شفنا كيف انه صار في عنا راوتر اون ستيك، شفنا كيف انه عمل الراوتر تيرمينيتنج زي تعريه اسلاك علشان يوصلهم مع بعض، وشفنا كيف انه هذا الهوست مع انه موصول على هاي السويتش وموجود بجانب هذول الماشينز مش قادر يتصل غير مع ايش اللي هو 200 فيلان. فبهاي الحالة بيقدر يتصل بس مع هذول او اللي هم موجودين على الفيلان، على فيلان تبعت الاش ار. بتوقع هاي يعني بتوضح بشكل كبير كيف الفيلانز وكيف التعامل معهم وكيف تعمل راوتينج عن طريق الراوتر بينهم. شاكر لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.